Welcome to the new Tips TV channel. مساعي انفراج دولي أو الجنوح إلى السلم. التعايش السلمي. أولا، نفهم سياسة التعايش السلمي. هو مصطلح سياسي يقصد به إبعاد شبح الحرب الساخنة كوسيلة لتسوية الخلافات الدولية وحلها بطرق السلمية والحوار، مع القبول بازدواجية النظام الدولي في ظل التعايش وتبادل المصالح والمنافع. ظهر المصطلح سنة 1956، وأول من نادى به الرئيس السوفيتي نيكيتا خروتشوف. الانفراج الدولي هي وصف لطبيعة علاقات المعسكرين بعد تسوية أزمة كوبا الخطيرة سنة 1962، حيث تخلص خلالها المعسكران من حالة التوتر والاحتقان اللذان وصل إليهما بفعل اشتداد أزمات الحرب الباردة، وقد عرفها بعض الخبراء بذوبان الجليد بين المعسكرين. دراسة عوامل الجنوح إلى السلم. عوامل داخلية خاصة بالمعسكرين. تبدل القيادة في الاتحاد السوفيتي بموت ستالين في 5 مارس 1953، وكذلك نهاية عهدة الرئيس ترومان واستخلافه بإيزنهاور في الولايات المتحدة في 4 نوفمبر 1953. التنافس في مجال غزو الفضاء وبداية التعاون بين الطرفين منذ سنة 1972، ومن أبرز محطات التنافس في 21 أبريل 1961 رحلة أول رائد فضاء إلى الفضاء وهو السوفيتي يوري غاغارين، وفي 1969 نزول الأمريكي نيل أرمسترونغ على سطح القمر. توازن قوة الردع النووي بامتلاك قوتين السلاح النووي. الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1945، الاتحاد السوفيتي سنة 1949، تأكد خلالهما بخطورة المواجهة النووية عليهما واستحالة تغلب طرف على الآخر. فشل سياسة الاحتواء التي تبنتها الولايات المتحدة الأمريكية في كسب حلفاء جدد ومحاصرة الاتحاد السوفيتي. وصول المعسكرين إلى حافة الهاوية والإفلاس بسبب كثرة التدخلات والنفقات العسكرية والمساعدات الممنوحة لحلفائهم. بروز الصين كقوة نووية وابتعادها عن نهج الاتحاد السوفيتي وكثرة الخلافات داخل المعسكرين، خاصة بخروج فرنسا من الحلف الأطلسي سنة 1966 وانسحاب يوغوسلافيا من المعسكر الشرقي وتأسيسها لحركة عدم الانحياز سنة 1961، والدور الكبير الذي لعبه رئيسها جوزي بروس تيتو في الحركة. الأزمات الدولية التي خلفت ملايين الضحايا خاصة في كوريا وفيتنام، ووقوف الرأي العام ضد الحرب الباردة، خاصة الجمعيات غير الحكومية ودعم السلام في العالم.